قدر ولطف. كويس ان انت لميت المواضيع. والله ما انا عارف اللي بيحصل لي ده كله بيحصل ليه يا اخي. سبحان الله، من ساعه الست دي ما ظهرت والمصايب نازله ترف على دماغي. تخيل قابلتها هناك. ست مين؟ رئيسة مجلس الإدارة يا سيدي. أنت قابلتها فين؟ في الاسم. في الاسم؟ إزاي يعني؟ عشان بومة. طب بقول لك إيه؟ قوم البس عشان ننزل شوية. لا لا لا، أنا مش قادر أعمل أي حاجة. أنا كل اللي طالع عليا دلوقتي عايز أخش أدور في أم الضرب كلهم. يا عم استهدى بالله، تضرب مين بس؟ أنا اللي بستشهد بيك وبقول إن أنت ربيت وصاحبت ولادك. صاحبت؟ بلا خيبة. أنا بسكت يا رمزي. أنا مش هسيبك، قوم غير هدومك عشان ننزل شوية. يا عم قوم. أنت إيه اللي خلاك تضربه في الكافيه؟ أنت بتفهم؟ بقول لك كنت هضربه، ما ضربتوش. أيوة يعني هو عمل إيه أصلاً عشان تضربه؟ روح اسأله. كفاية أسئلة غبية عليه والنبي. يا ابني احترم نفسك بقى، بس اللي أنت بتقوله ده. مش كفاية إنك دخلت أبوك في الحوار ده؟ هو اللي دخل نفسه. وانت طالما لقيت الحاجه والواد بتاعها ما كلمتنيش ليه؟ ولا كنت كلمت البوليس؟ ولا كان هيعملوا اي حاجه. كلمت الزفت ده وقال لي هاجي معاك. طب ما هو كلمك، ما روحتش معاه ليه؟ كان مع الزفت اللي مش جاي من وراه غير بلاوي. ولا احترم نفسك واتكلم عليها كويس، ما اسمها الزفته. لا زفته وبراحتي، وخليك كده ماشي وراها زي الدلدول لحد ما تلبسك مصيبه. انت عايز تتربى من الاول وجديد؟ احترم نفسك بس بقى. انتوا الاثنين ربنا عشان واحده بس بقى. انت دلدول يا ولا. احترم نفسك بس بقى. انتوا الاثنين بس اضرب اخوك يا سلام. يا ابني عيب عليك يا حبيبي. يا ابني عيب عليك يا ابني. يا ابني عيب عليك يا ابني. والله يا مهزر انت هتعمل. انت فاكر نفسك عيب يا ابني؟ اتكلم عليا كويس. عيب عليك دلدول يا ابني. يا ابني ما تقلقش يا ابني. اسمع والله انت مش عيب عليك يا ابني. لا راجل يا انت بعدنا. سكتوا ليه يا حبايبي؟ كملوا كملوا كملوا. وانا كمان هكمل. يلا كمل اتفضل. يلا يا حبايبي. يلا عملتوا ده يا بابا؟ انا طلع عيني هو مخش هرجعه. بلطجه مش دي اللغه اللي بتفهموها؟ خلاص انا بعمل زيكم. انا بقيت بلطجي زيكم عشان ترتاح. وانا جايب كل ده بفلوسي. انا حر بقى، اكسره اقطعه اعمل اي حاجه. انا حر اعمل اللي انا عايزه. ايه ده يا بابا؟ بس انت زيك زيهم، كلكم زفت. لا نافع فيكم محبه ولا صحوبيه ولا اي نيل على دماغكم. يا حسن بتزعق ليه؟ في ايه؟ يلا يلا هنوضكم كلكم. يلا هو ده الحل يعني؟ ما تناقشنيش. غوروا كلكم. جاتكم الأهرب فيكم وفي عشتكم. تعاليش من أروى يا ماما، لو لاقي عندك خاطر أو ماليش. هي بجد ملهاش أي ذنب. تصبحي على خير. عارفة انك صاحية وسامعاني. كان نفسي ادخل اقولك ما تزعليش مني، انا اسفة، بس بجد المرة دي مش عارفة اعمل كده. مش عشان ما بعرفش اتأسف زي ما انتي بتقولي عليا، بس عشان انا زعلانة عليكي يا كبرتي. انا كمان كنت كبيرة البيت. خالك لما كان بيعمل حاجة غلط كنت دايما داري عليه،
واكذب. امي الله يرحمها كانت تقولي انت ما بتحبيش اخوكي، اقول لها انا يا ماما؟ تقولي اه. الحب والكذب ما يجتمعوش ابدا يا ناديه، ولا بين الاخوات ولا بين الحبايب، لان كل ما يكون عاوز يتاكد انك بتحبيه هيطلب منك تكذبي علشانه، وكل ما تحبيه اكتر كل ما الكذبه الصغيره هتكبر مع حبك ليه. بغض النظر عن اللي هعمله مع اختك، بس اللي مفرحني انها بتحبك، فتحت الكذب عشان بتحبك. أروى أنا عاوزاكي زيي، عشان لو في يوم حصل لي حاجة أنتي اللي تعرفي تربي إخواتك. قعد الشهر عليك ليش كده؟ أنا أسفة، متسأليش مني.